ألف مبروك للهلال السعودي. أبو تركي، اليوم شفتك على سناب مو مبسوط مرة من الفوز، أو خلنا نقول تحذر من الفرح بالفوز. ليش؟ هو المنطق يقول لك في البطولة الآسيوية النتيجة هي الأهم، لكن أنا ضد المبالغة. يعني لابد أن أنت يعني تعول على الهلال، هي كبطل وكبطل يدافع عن لقبه وعنده ايضا بطولات محليه. يعني اتمنى يتعامل بواقعيه. فاز الهلال بهدفين وكان مسيطر، لكن هو يعني الفريق الخصم ما هو يعني ابدا ما هو مو منافس اسيوي، فريق لاول مره يتاهل اسيويا. اي بس الهلال يعني امس كنا نتكلم انه العشر نسخ الاخيره كان مشارك فيها كلها، وصل دور 16 كم مره. يعني الهلال بالنسبه لدور المجموعات غالبا نزهه. يعني انا معك، بس انا مع طالما انك تلعب مباريات رسميه اسيويه او محليه لابد يكون في جديه واحترام. انا هذه يعني ايش اللي شفته اليوم؟ ايش اللي شفته اليوم؟ احس في نوع من الاستهتار في لعيبه خارج الجو اليوم. اللي عجبني اليوم اكثر لاعب احس انه لاعب جديه، طبعا الكوري هذا رقم واحد نمبر 1، ومد الله على قولة المعلق مدوا اليوم، اعطاها اسم مختصر. يعني كانوا يلعبون بجديه كثير. صحيح الشوط الاول ضاع فرص، لكن تحس في تنقل الكره فيها ما تحس انه الهلال كان يبغى يفوز باقل مجهود، عشان كذا ما كان في الجديه اللي انت تنتظرها طبعا هي بحكم المنافسات والضغط المباريات. شوف انا رايي يمكن قد يكون خطا، او بنسبه كبيره يمكن يكون خطا عند المتلقي بصرف النظر على الهلالي. الناس يقولون لك والله اهم شيء الفوز، لانه عندك مباراه محليه صعبه امام الفيحاء وخارج ارضك وتوزيع الجهد. انا اتكلم عن مباراتك انت، انا اقول الهلال مفترض انه له جماهيريه، وشفنا جماهيريه في كل مكان. مفترض انك تقدم انت كفريق محترم يعني كوره تقدر فيها المشاهد المتابع، كما يصير في او يحدث في البطولات الاوروبيه والفرق الاوروبيه. ما في تراخي، ابغى اللعب الجديه. صحيح انا ما اقول قاتل او انزل بعنف، لكن قدم كوره فيها احترام. هذا وجهه نظري. فاز الهلال باقل مجهود، انا معك، وهدايمه كان مفروض 5-6 لانه الفريق متواضع جدا. انا ما بالعكس ما ابخس الهلال حقه، فوز مهم لانه يدافع عن اللقب، ودائما اول محطه لما تفوز يعطيك نشوه يخليك تعالج الاخطاء وسط اجواء ايجابيه. خليني اسالك اللي سالته امس للضيوف، تتوقع الفرق في هالنسخه تحديدا حتلعب مع الهلال بطريقه مختلفه كونه حامل لقب؟ طبعا اليوم رهبه الهلال برضو الفريق الخصم كان عارف ان قدامه بطل اسيا وبطل متمرس وعنده لعيبه يصنعوا الفارق. صحيح تقلص من 7 إلى 4 الاجانب، لكن هم الاربعه نفسهم. وبالفعل اليوم اعادوا ذكريات اللي هم جوميز وكاري، عطائهم وحضورهم اضافه الى الكوري جوفينكو. يعني الرباعي بالفعل مؤثر، واختيار بدايه كبدايه موفق، لكن باقي فقط هو كيف تستثمر هالعناصر الأجنبية مع العناصر المحلية، يكون في نوع من التفاعل أكثر وأكثر جدا.